التربية، ناخذ المجمدة ونطبفها لرثة الطوارئ نحتار بهم، لا دكتور لا مضمد، خالية وهي الجنازة محتارين بيها من الساعة 11 لهسه. اريد اشوف دكتور مضمد بيها المستشفى مسؤول، بس وقت من تعلق عليهم يطلعون لساناتهم ويحجون. هاي الصيدلية وهاي الطوارئ بشكل عام وهاي غرفة الدكتور الطارئ، والله منو الله بس الله بعد يرحم بينا، وين نصل؟ وهاي الجنازة من 11 ونص لهسه. والله ما حد لمسه، والعباس ما حد لمسه، خافون. هاي المستشفى خالية خالية من جميع الأصناف.